يا رب عطيني قوة من عندك وكون معي لأوصل للهدف اللي بدي اياه. هي آخر معركة ضد تركان وابنه، لهيك بترجاك يا رب ساعدني حقق أمنية أبي. أنا وعدته ورح نفذ وعدي، ولو كلفني هذا الوعد حياتي. يا الله، هلا كيف بدي فوت لهونيك قدام الكل؟ الحراس محاوطين المكان، شو الحل؟ شو أعمل؟